السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا، أتمنى أن تنال كل التفسيرات التي أقدمها على إعجابكم، وسوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤيا ساعة اليد أو ساعة الحائط في منام الفتاة العزباء. قد يدل النظر إلى الساعة على تحقيق الأهداف كحصول على المؤهل الدراسي أو انتظار الوظيفة، قد تدل الساعة على كثرة الخير للفتاة وعلى اقتراب زوجها. رؤية ساعة الحائط تدل على الترابط القوي للفتاة مع عائلتها وكذلك مع أصدقائها. رؤية تحريك الساعة يدل على التخلص من المشاكل والهموم وعلى تخطي المحن والصعاب. تدل رؤية الساعة في منام الفتاة العزباء على التنظيم الجيد لمستقبلها وتحديد أهدافها. رؤية ساعة جميلة تدل على المستقبل المشرق والنجاح والتوفيق في حياتها. رؤية الساعة الذهبية تدل على التمتع بالحياة الجميلة وتحقيق مرادها في الحياة في الزواج والحياة العملية. رؤية ساعة ذهبية للفتاة العزباء تدل على زواجها من شاب ثري. رؤية ساعة جميلة تدل على رغد العيش وعلى طول العمر. رؤية الاستماع إلى دقات الساعة وبصورة مستمرة تدل على المعاناة النفسية والخوف من المستقبل. رؤية شراء ساعة جديدة تدل على التغيرات الإيجابية والجذرية في حياة الفتاة. رؤية ضياع الساعة تدل على ضياع الفرص وقد تدل على فسخ الخطوبة. تفسير رؤية الساعة في منام العزباء للإمام الصادق. يقول الإمام الصادق أن رؤية الساعة في منام العزباء تدل على سعيها لتحقيق أهدافها في الحياة. رؤية الساعة تشير إلى اقتراب زفاف الفتاة. رؤية الساعة تدل على الإنجازات التي قامت بها الفتاة والتي قد تنجزها في الفترة القادمة من حياتها. ورؤية الساعة تدل على العمر للفتاة وقد تدل على العمر الطويل والنجاحات المتعددة في مشوار حياتها. رؤية الساعة أيضا تدل على ذنب قد اقترفته ولابد من التوبة والرؤية للموعظة ورسالة للتذكير بيوم الحساب. رؤية الساعة تدل على وجود تنظيم الوقت والإسراع بإنجاز العمل قبل فوات الأوان. رؤية الساعة في منام العزباء تدل على الانتظار والأمل في المستقبل القريب والبعيد وعلى التفكير المتواصل في الأيام القادمة والخوف من عدم إنجاز الأعمال أو عدم تحقيق الأهداف التي تم التخطيط لها من قبل، كما قد يدل على النجاح والتفوق وعلى إنجاز الأعمال. رؤية ساعة جميلة تدل على الخير الكثير وعلى النجاح والتوفيق في حياتها الدراسية أو العملية. إذا رأت أنها ترتدي ساعة يد ذهبية فهذا يشير إلى الحظ الجيد والأخبار السعيدة كالنجاح أو الزواج السعيد. ورؤية الساعة غير مضبوطة مثل أن يكون الوقت متأخر أو متقدم فهذا يشير إلى الهم والكرب وعلى المحن التي تواجه الرائية. كما أن شرخ الساعة يشير إلى المشاكل والمعاناة للفتاة. الساعة المضبوطة وذات اللون الذهبي تشير إلى الصحة الجيدة وعلى العمر الطويل للرائية. رؤية دقات الساعة وكانت بصورة مستمرة فهذا يشير إلى القلق والتوتر للرائية. رؤية الساعة في منام العزباء يشير إلى اقتراب زوجها. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء.